ما لا تعرفه عن دينا الشربيني. دينا الشربيني هي ممثلة ومذيعة مصرية شابة برزت من خلال تقديمها البرامج التلفزيونية وتميزت من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. ولدت ونشأت بمدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر في القاهرة والتحقت بورشات تدريبية في التمثيل بعد تخرجها. بدأت دينا الشربيني مسيرتها الإعلامية في سنة 2006 حيث برزت من خلال برامجها شبابيك الذي عرض على قناة دريم المصرية والذي حقق نسبة عالية من المشاهدة. بدأت دينا الشربيني مسيرتها الفنية في سنة 2010 بعد مشاركتها في مسابقة لاختيار وجوه جديدة في التمثيل للمشاركة في مسلسل عرض خاص. تتتالى بعد ذلك مشاركتها في الأعمال الدرامية مثل المواطن إكس، روبي، طرف ثالث، حكايات بنات، موجة حارة، تحت الأرض، زين، جراند أوتيل، عشم إبليس، خلصانة بشياكة. بالإضافة إلى الأعمال السينمائية مثل الحفلة، سمير أبو النيل، كذبة كل يوم، جواب اعتقال. ولدت دينا الشربيني في 16 من مارس سنة 1985 في مدينة القاهرة في مصر. درست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر بمدينة القاهرة حيث التحقت بعد تخرجها بورشات تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دورات لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. في سنة 2006 بدأت دينا مشوارها الإعلامي بمشاركتها في تقديم البرنامج اليومي شبابيك الذي عرض على قناة دريم المصرية. شكل عام 2010 الانطلاق الحقيقي لدينا في عالم الفن حيث شاركت في المسلسل الاجتماعي الواقعي عرض خاص بعد نجاحها في المسابقة التي أقامها فريق العمل وعلى رأسهم المخرج هادي الباجوري لاختيار وجوه جديدة للمشاركة فيه، وتدور أحداثه حول خمسة شباب يدخلون في حياتهم إلى عالم جديد ألا وهو عالم الفن. في سنة 2011 شاركت في تقديم البرنامج اليومي الشبابي الهادف عز الشباب الذي عرض على قناة روتانا المصرية. بالإضافة إلى ذلك شاركت في العمل الدرامي المواطن إكس مع مجموعة من الممثلين المصريين منهم يوسف الشريف، أروى جودة، محمود عبد المغني، إياد ناصر، أمير كرارة، فادية عبد الغني وغيرهم. ظهرت أيضا في فيلم الجريمة والأكشن جواب اعتقال الذي تدور أحداثه حول شاب ينضم إلى مجموعة إرهابية معتقدا بأنه جهاد في سبيل الله والتغيير الذي سيحصل له بعد قتل الجماعة لأخيه ومحاولته الانتقام. وفي الجزء الأول من فيلم الإثارة والتشويق والأكشن هروب اضطراري الذي تدور أحداثه حول عملية اغتيال رجل أعمال مصري معروف ومحاولة كل متهم من المتهمين إظهار براءته من التهمة المنسوبة إليه. أما على صعيد البرامج التلفزيونية فقد ظهرت ضيفة في كل من البرنامج الترفيهي قاعدة رجالة وبرنامج تعال شربتاي الذي تقدمه الفنانة غادة عادل وبرنامج شيري استوديو الذي تقدمه المطربة شيرين عبد الوهاب. في سنة 2018 شاركت بدور البطولة في مسلسل الإثارة والتشويق ملكة وفي فيلم الإثارة والتشويق البوليسي بني آدم، ويجري حاليا الإعداد لعملين سينمائيين هما الجزء الثاني من فيلم الإثارة والتشويق والأكشن هروب اضطراري وفيلم بعنوان الشهرة. حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء لكن توجد شائعات عن زواجها من الفنان عمرو دياب. في سنة 2014 حكمت محكمة الجنايات القاهرة على دينا الشربيني بالحبس لمدة عام واحد وتغريمها بمبلغ 10,000 جنيه بتهمة تعاطي مواد مخدرة.